رحلة مش مشيت علشان خاطر أنا مش عايز اعمل معاكوا حديث. لا هو احنا لا يا استاذ اسكتي لو سمحتي اسكتي لو سمحتي اسكتي لو سمحتي انت اسكتي اسكتي انت لا بتسكتيش اسكتي انت اخذت عشان انت اصلا مالكيش علاقه اصلا ما بتعرفيش تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقه بالحفلات. ازاي انا بس وجودي هنا علشان وجودي هنا علشان ايه؟ علشان تاخد تاخد 80,000 دولار وتخرج ما تحترمش الشعب. استاذ احمد مش تخدم مش توفر مش تجيب احمد سعد يقولها اسكتي انت وانتوا تصوروا فيا يا سهلة واحمد سعد اليوم هرب لمرات تونسية اقسم بالله نحكي بها المراضية جت على الشمال وانا حية المراضية تعبت مدير اعمال وانا قدم في الحفلة دزني يا جماعة وخرجتي من الكنيسة توا جيت مدير اعمال وهذاك مش مدير اعمال.